والله انا قلبي قام يوجعني، والله العظيم انا قلبي قام يوجعني من ورا ما هذا اللي اسمعه ما صار لا بالقرون الوسطى ولا بنيادرتال ولا بالحضارات الاولى، ولا ما صار ظلم بهذا الشكل. ولك واحد يطب شرمان على ضابط مركز على شرطه بالضابط وضرب طلقات حتى يفرق، شلون تحترم الدوله؟ شلون تحترم الدوله؟ ومعقوله ضابط المركز ما رفع تقرير للقائد؟ هسه راح افترض القائد ما يدري والمعاون ما يدري، ما شال التليفون عليه، ماكو موقف يومي، الوزاره ما تدري، لانه مقاطعات اكو مافيات حقيره قذره تحكم بكيفها. ليش المفروض ضابط المركز اول ما يعاقب؟ ليش القائد ما عنده علم؟ واذا درى القائد عنده علم الاسبوع الجاي اذا طلع القائد يدري او ساكت، واذا القائد ضابط المركز ما رافع للقائد هرد اشوف القائد شي يسوي. حتى هاي الزبايل اللي تدخل على الدولة برمانات يصير لها حل. شلون نحترمكم المواطن وتردون تسوون دولة صار لكم 4 أشهر تدورون على الكتلة الأكبر والناس دايحة بالشوارع وما عندكم إجراءات ضد واحد خبل يعتدي على الناس؟ بلطوني يا المراد. مراد شلونك؟ ألو السلام عليكم. شلونك مراد؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله أستاذ نجم، عندي موضوع أقدر أحكيها. أقول لك أنا فهمت موضوعك، شو أنت وين ما تروح يضربونك طلقة، شنو الموضوع؟ يتعلمون بيك شنو؟ أستاذ نجم ممكن تعطيني مجال أقدر أحكيهم قصة من البداية؟ بس باختصار. يلا. أستاذ نجم أخويا حابب نسوي مع المرور. إي. خبرني قال تعال حادث مرور نسوي، رحت هناك قلت خلي المرور يجي يخطط ياخذ اجراءات زين. مقابل هذا ضارب اخوي دعم السياره علق الله بضارب هذا الولد في السياره وخابر على اخوه قال جيب السلاح على اخوه قال جيب السلاح تعال هناك. هاي بامر لي امر لي نصر امر لي اي حادث مرور هو صاير اي والنبي جاب السلاح هذا الحادث مسوي جاب السلاح ضرب اخويا طلقه براسه وسطح على راسه سطح سوا النبي رجع على اخويا ثاني واقف بعيد عند قلابي راح على هذا كان مسدس على راسه ماركين داس الزناد ماله ما طق قلت له عمي هو حادث مرور تعال سوي واجراءات خلي ياخذ مرور مو على الطلقه ماركه شان يدعو النب يرجع عليه يسحب الأخسام مرة ثانية يذب الطلقة مال الفاسد ما طق على أخوي النب رجع عليه ضربني من ضربني أخوي انهدم هو ضربني برجلي أنا وقاعد النب ساعد سيارته راح على أخوي ذب نفسه على مكتب أكو مكتب حماية المسؤول وذب نفسه هناك زين دقيقة يا وبعدين مراد بعدين رحت على المركز اشتكي مراد قبل المركز مراد هذا الشخص اسمه منين؟ هذا منو هذا الشخص؟ شو يشتغل؟ هذا الشخص بالمسدس هو حماية معاون شرطة صلاح الدين. ها حماية معاون قائد شرطة صلاح الدين شو اسمه؟ هو قرايبه كل يدعون نفسهم ويقولون احنا ظهرنا حكومه ظهرنا احزاب على مود هذا ما حد ياخذ رجاءات زين اشتكي وين اشتكيت بيا مركز؟ بيا مركز شرطه امر لي رحت استاذ نجم انا اشتكي على المركز وداخل المركز ضابط مركز موجود وشرطه مال المركز موجود رحت هنا اشتكي طب وذاك داخل المركز هجموا عليه برمانات برمانات حتى ضابط مركز شرطه ما قدروا عليه. بس دقيقه حبيب قلبي عماد، ياهو اللي شايل رمانات بداخل المركز منو ذولا؟ هذول اخوان هذا ضربنا الطلقه واخوانه ابن عمه. زين هم قرايب معاون قائد الشرطه لو حمايته بس؟ لا مو قرايبه حمايته
حمايته. هذا ضربني الطلقة حماية قام ألقى الشرطة. دقيقة عماد، الرمانات من طلعوهن ضابط اللي تشتكي يمه ومدير المركز شافهن بعينه. ضابط مركز موجود، كلهم موجود، ما قدروا على حتى ضابط مركز قام يسحب المسدس ماله، قام يضرب راد يضرب طلقة فوق حتى يفضل شاء الله حتى المسدس ماله ما طق، والشرطة ما قدروا عليه، قسم شرطة انهزموا انهزموا، شافوا هذا الارك داخل المركز وانهزموا. انا مضروب برجلي طلقة، اخواني جابوني على المركز وحتى تعدوا على اخواني داخل المركز حبزون، انا رجلي مضروب طلقة نزيف دم يروح من عنده حبزوني على اساس انا راح اشتكي. زين سووا لك انت تقول المركز هم ضربوني طلقة؟ لا مركز ما ضربني طلقة، مركز كان يسحب المسدس، رابط مركز راد يضرب طلقة فوق حتى يفضل الشغلة، وما قدر على الهجوم، ما قدر سيطر عليه هو هذا رابط مركز وشرطة مع المركز، ما قدروا عليه، ما قدروا على هذا اللي جاي هاجم على المركز بالرمانة. ايه بالرمانة، هو هذا ضربني مو طلقة، ابن عمه يصير ابن عمه واخوانه اجوا على المركز اسمه اربعة. ايه عندك اسماهم؟ وتعدى اسماهم موجود، موجود اسمان هذا ضربني طلقة. هاي قبل اشقد الحادث؟ استاذ نجم قبل اشقد هاي الحادثة يا تقريبا 25 يوم. 25 يوم. انت الان المركز مال امر لي مشوا دعوتك لو لا؟ ما مشوا دعوتي، غير استاذ نجم اكو هذا موقع حادث مرور ضربني طلقة، شهود اكو فوق 25، اكو شهود ياهو شهود اسجله تهديد يسوون عليه، يقول ممنوع واحد يروح طلع يشهد على هذا. من يهددهم؟ تهديد يسوي هذول جماعة يهددون، هذول جماعة مو ضربون الطلقة. زين يهددون هذا. أنت أنت ما حاولت تلتقي بقائد شرطة صلاح الدين أو معاون قائد الشرطة وتقول له حمايتك ضربوني طلقات وهجموا على المركز بالرمانات، شفته لو ما شفته؟ استاذ نجم موجود، شهود موجود داخل المركز موجود، كلهم موجود، ما حد يقدر يسوي شهود لحد هسه، يا شاهد اسجله مثلا بالمركز يصف هذا يروح على ماشي يا يقول اخاف التهديد. ماشي 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 يا مراد، هاي ايضا القضية امام انظار السيد وكيل وزير شؤون الشرطة الفريق عماد الدليمي. انا ما شايف شنو هالاستهتار هذا، انا ما شايف واحد يطب على مبنى حكومي فوق علم طاب الرمانات لانه يشتغل حماية. هسا انا افترض انه السيد معاون قائد شرطة صلاح الدين ما يدري، وافترض انه قائد شرطة صلاح الدين ما يدري، اما ان تهان الدولة بهذا الشكل وأن يهان المواطن بهذا الشكل والشاهد يهدد لأنه الوليدات شايفين أرواحهم فوق القانون، قد تكون الدولة ما كانت تدري، لكن الآن الدولة تدري. أي واحد من ذولا أجيب ألوي من شواربه وأخذ على القانون ودوس على رأسه بالقدرة وخليه يشوفه، أطلع حليب أمه من 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 خشمه وأقول له هذا قانون غصبا عليك وعلى القائد وعلى المعاون وعلى الجريح وعلى اللي يحمل سلاح يجب ان يطبق. اذا كان قائد شرطة صلاح الدين البارحة ما يدري اليوم يدري، بس انا ما اريد التحقيق في صلاح الدين. وانتم يا وزارة الداخلية اذ قد انك عرضت قضايا في صلاح الدين بيها فساد، اذ قد بيها فساد، اريد اجراءات سريعة بصلاح الدين، هنالك بورة المفروض قائد شرطة صلاح الدين ومعاون قائد شرطة صلاح الدين وهذا الرجل الذي يدعي عليهم وحمايته وضابط المركز كن باشر او السبت موجودين امام السيد الفريق وهو امام السيد وزير الداخلية، يقولون بابا تعالوا فهمونا شنو، اذا كان هذا الوليد يصدق وعنده شهادات والله تاخذون حقه، واذا كان لا ايضا يجب ان يخضع للقانون. صلاح الدين بيها بورة خطيرة خطيرة.